السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم، مرحبا بكم دائما، مرة وجوج وثلاثة، ودائما مرحبا بكم إخوان ديالنا. كيف ما العادة ديما معانا مواضيع جديدة ومعانا أجوبة على أسئلة ديال الأصدقاء والإخوان ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله. ما نطولش عليكم، كيف العادة معاكم أخوكم مصعب، الحمد لله. معانا الإخوان، السؤال الأول اللي هو كيتضمن ببغاء يتكلم بصوت منخفض، غادي نشرحوه علاش هذا الصوت منخفض. ببغاء يتكلم بصوت غير مفهوم، وواحد الصوت اللي كيكون انت شخصيا ما مرتاحش لذاك الصوت هذاك، ومتى يتكلم الببغاء. واخيرا اللي غادي يكون الاوقات الصحيحة اللي هي وكتساعد بزاف في تلقين ببغاء، الاوقات فوقاش كتكون الاخوان، اللي غادي نحاولوا نطرقوا لهذا الموضوع هذا وما نحاولوش نطولوا عليه لكم بزاف. ان شاء الله كانت من الفيديو يعجبكم، ما تنساوش الاخوان الضغط على لايك، وما تنساوش الاخوان تشاركوا على القناة ديالنا وبارطاجيو قدر الامكان، يعني كيبقى الاختيار ديالكم الاخوان على حسب الفيديو واش يعجبكم ولا لا. ان شاء الله كنتمناو ديما جيم 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 جيم. شكرا يا اخوان. اولا الببغاء الاخوان يتكلم بصوت منخفض، شنو هو السبب الاخوان؟ السبب بسيط ويمكن لينا نصلحوه، يمكن لينا نصلحوه الاخوان. السبب هو ان بعض الاخوان ديالنا كيعملوا التلقين ديال الببغاء ب ام بي 3 ولا ام بي 4 ولا الهاتف بواحد الصوت منخفض. لهذه الفكرة كاينة في اللي هي كتخدم فقط في الكنار والمقنين، اللي كيعملوا الصوت منخفض وكيسحب له الانسان على نفس الطريقه غادي تدير. لا، البيروكي الاخوان الا خد الصوت، الا سمع الصوت منخفض راه غادي يتكلم معاك بالصوت منخفض، والا سمع الصوت مرتفع راه غادي يتكلم معاك بالصوت مرتفع. راه الببغاء ماشي هو المقنين وماشي هو الكنار، اللي الطريقه ديال الحفاظه ديالهم كتكون مختلفه شويه الاخوان. حاولوا ترفعوا الصوت ديال الكلمات وما تعملوش صوت منخفض، باش اصل هو اصلا كيجيوه ساهلين، كيجيوه ساهلين، وانت كذلك كيعجبك الحال بلي كتسمع ديك الكلمه بديك الوضوح وبديك الطريقه. وما تنساوش واحد الحاجه الاخوان قبل ما ننساها، دائما دائما الكلمات اللي كتسجلو حاولوا يكونوا واضحين من عندكم، ما يكونوش بعاد، ما يكونوش مخرشين فيهم شي صوت مخرشش. ومن الاحسن كنصحكم الاخوان لا ام بي 4 لا ام بي 3، كنصحكم بهاتف، هاتف الميكرو ديال الهاتف احسن، الميكرو ديالو الباف ديالو احسن من ام بي 3، احسن من حاجات اخرى. الصوت ديالو كيجي تقريبا ماشي الصوت بحال الروبو، كيجي الصوت الحقيقي ديال الشخص اللي قام بالتلقين ديال هاد الببغاء، وكياخد الصوت بوضوح. اخوان ديالنا نطرقوا للسؤال الثاني الاخوان باش ما نطولوش عليكم. الببغاء يتكلم بصوت غير واضح، وهذا الكمال ديال السؤال الاول. الصوت الغير واضح هو انه كيف ما قلت لكم الهاتف هو احسن حاجه، الصوت غير واضح انه بلي كياخذوا من الكارت ميموار ولا كياخذوا من ام بي 3 ولا هادي، كياخذ داك الصوت اللي كتسمعوه. كاين بعض الاخوان وكثير من الاخوان اللي كيسمعوا الصوت ديال بيروكي، الصوت ديالو بحال الراديو، ماشي الصوت ديالو بحال الشخص ولا الصوت ديالو بحال ديال الانسان، هو خصو يكون الصوت ديالو بحال ديال الانسان. كيف ما الحروف منطوقين ما نسمعوش داك الصوت كانه خارج من شي منبع بعيد، ولا خارج بحال شي واحد كيهضر ما بين في شي بلاصه خاويه، يعني كتسمع واحد الصوت بشكل بحال الراديو بحال الرادار، واحد الصوت مخرشش. هذا السؤال الثاني الاخوان، كنتمنى انكم تطبقوا هذا الشيء. هذا يعني التجربة هذه شخصيا انا جربتها، ويعني والناس جربوها والناس عارفين شنو كاين، شحال من واحد مجرب هذه الطريقة هذه، وكنتمنى انها تعجبكم الاخوان. وثاني حاجة، فوقاش كيتكلم الببغاء ديالنا؟ فوقاش غادي يتكلم؟ فوقاش غادي يهضر؟ هاد المسألة هذه سهلة، ولي بزاف الإخوان خصهم يعرفوها. اللي كيقتنيو الببغاء، كاين اللي اقتنى الببغاء وكيتسناه يهضر في سيمانة، ما كنهضرش على الببغاء اللي
اصلا هو كيهضر هذا حاله بوحديتها، وان شاء الله غادي نطرق لكم على هذا الموضوع باش ما نطولش عليكم الفيديو، لان الفيديو كي عندي باسي 6 7 اسئله، الفيديو غادي تولي فيه ربع ساعه نص ساعه. كيف ما قلنا لكم يعني الاوقات وقاش غادي يتكلم البيرو، كيف اللي كتجيبو وكتدريسيه ولا خديتيه مدريسي باقي ما بداش كيهضر، الاخوان راه ما غاديش يهضر لك في السيمانه، راه خصو يثق فيك الاخ ديالي العزيز او الاخت ديالي العزيزه، راه خصو يثق فيك، يثق فيك البيروكي، تكون اللي عنده واحد العلاقه معك، يولي انه الا شافك كيفرح كيشطح كيدير حركات كيدير شي حاجات، يعني كيبين لك انه عنده واحد العلاقه معك. كيف ما هذا كتشوفه معانا هو ارابيزو، بص ارابوس، بص عمو، بص بص كيحشام، زعما راه كيحشم، هذا اللي فيه ما كاين حتى شي بيروكي. احيانا لك الاخوان ديالنا نشوفوا اخر سؤال، اخر سؤال اللي هو فينال كاع، اوقات اللي كيتلقن فيها البيروكي، اوقات اللي كيتلقن فيها البيروكي الاخوان، مستطاع اي واحد، يعني راه سهله ماشي شي حاجه صعيبه، خصها شويه ديال العقل وشويه ديال الملاحظات ديال البيروكي، يعني حنا بغادي نلاحظوا البيروكيات، وكاع اللي يمتلك شي بيروكي راه كيعرف الاوقات اللي كيكون الببغاء نشيط فيها. اوقات الاخوان من الصباح حتى 12 ديال النهار، يعني بدا من 7 الصباح، بدا من 8 9 10 11 12، هاد الاوقات هذه كامله تحفظوا فيها احسن حاجه. ما بين 12 الوحده 2 3 البيروكي ديالنا كيكون كيدير قيلوله، يعني كينعس فيها، واغلبيه ديال المولوعين ديالنا راه لاحظوا هذه القضيه. ولي لاحظ هذه القضيه هذه، كنتمناكم انكم تجاوبونا على الكومنتات، و تحطوا لينا الكومنتات ديالكم اللي شاف شي حاجه غريبه على البيروكي ديالو، واللي هذه مرحبا، وان شاء الله غادي نخدموا عليها ونكمل لكم السؤال ديالنا. والساعه الاخيره فوقاش كتبدا الاخوان، من وراء العصر، يعني مورا العصر، يعني الانسان ما بين يصلي العصر، العصر ديالو والعصر ديالو، الانسان يصلي وكذا ويرتاح مع راساتو كي يدير التلقين ديالو. التلقين فوقاش يقدر يبدا مورا العصر الاخوان حتى المغرب، مورا العصر حتى المغرب، هذه اوقات واعره واعره بزاف، اي كلمه بغيتي تحفظها ليه هاد الاوقات هادي، على حسب ذكاء الببغاء وعلى حسب البدايه ديالو د الهضره، واش هو ديجا كيهضر ولا عاد يبدا يهضر. وان شاء الله راه كاينين بزاف د المواضيع على هاد البيروكي، يعني العدد الكلمات اللي كتبدا معاه، لان الا كان بيروكي عمره ما بدا كيهضر، شنو هما الكلمات اللي كتبدا بهم والقاعده اللي كتشتمل عليها والكلمات اللي كنعطيو البيروكي والعدد ديالها وكيفاش كتعطى ليه البيروكيات اللي كيكونوا ديجا كيهضروا ديجا مدرسين. كنتمنى الاخوان هيدا جيم 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 جيم، والاخوان ديالنا انا ان شاء الله راه بديت كنخدم على فيديوهات باش نحط لكم ديما الجديد ديما الجديد. ما تنساوش الاخوان بارطاجيو على قد الامكان، وشكرا، وفي خاطر هاد الولاعه هادي وهاد الطائر وهاد المعجزه، وشكرا الاخوان، شكرا، ما تنساوش الدعم الاخوان.